الشعبيه جايين نقدم التراث بتاعنا. تراث مصر معروف ممتد وعريق زي مدن المدينه اللي احنا فيها اللي احلى مدينه طاردا. بنقدم الفن النوبي من اسوان، جايين نقدم الفن الشعبي تمام من عندنا، ومن الفن الصعيدي والفن الفلاحي والفن البنبوتي البورسعيدي. كل ده هتشوفوه، لان احنا مصر بلد غنيه جدا جدا بالتراث الشعبي بتاعها. وانا اكيد لازم احيي الشعب المغربي كله على حفاوه الاستقبال واداره المهرجان اللي اختارتنا، ومبسوط جدا 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 انا معاكم في المغرب وفي مدينه تاروتانت جميله. والناس المغربيه مش عشان خاطر ده مهرجان بقول الكلام فيه، اللي شفته بعيني انا بلمسته بايدي بقول فيه حفاوه، حب ما هو كل مصري بيحبوه عايزين يخدموه باي طريقه زي ما بنعمل في مصر بالظبط عندنا. ايش رايك في الهزيجه الشعبيه والفن الشعبيه المغربيه؟ اي بلد جميله بتشدني ليها، انا قاعد ورا المسرح بسمع ومستمتع. اي نعم في حاجات مش فاهمها قوي، بس انا معايا هنا برضو حد معايا المندوب معايا بيفهمني التراث الشعبي الجميل هنا في تاروتانت. عمرنا بنحب يعني علاقتنا قويه ببعض جدا، يعني احنا دايما بنعتبر ان المغرب بلدنا الثاني. الشعب المغرب قريب قوي من صفاته للشعب المصري، فيه الطيبه والود والكرم والحب، فعشان كده احنا لما جينا هنا ما حسيناش ان البلد غريبه علينا، اهلها هم اهلنا وحياتنا واحده، لدرجه كان احيانا يفتكرونا ان احنا مغاربه يعني، واحنا كنا بنفتكر من المغاربه ان في مصريين يعني بس. فطبعا انا بشكركم وبشكر حسن الضيافه، ويا رب يكون المهرجان طبعا بكل جنسياته يكون عجب كل اهل المغرب.